مرحبا مواليد برج السرطان، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 26 تموز يوليو للاحد 1 اب اغسطس؟ شو في عندنا في هذا الاسبوع؟ هيدا الاسبوع الشمس موجوده برج الاسد. بصراحه وجود الشمس في برج الاسد هو موقع جيد جدا، هو موقع ايجابي بالنسبه لكم، ما بيضركم، بالعكس تماما، بيفتح الامور عندكم، بيسرها، بتبلش تتحرك الامور، نطلع من فتره التفكير بالامور اللي عنا اياها، الانطلاق الى التنفيذ. بهيدا الاسبوع لا يوجد سلبيات، بالعكس انطلاقه هالاسبوع مهمه جدا، وذلك بسبب وجود القمر ببرج الحوت. خلونا نشوف. الاثنين 26 تموز يوليو، القمر موجود ببرج الحوت المائي. الثلاثه 27 تموز يوليو، القمر موجود ببرج الحوت المائي. الاربعاء 28 تموز يوليو، القمر موجود ببرج الحوت حتى الساعة 10 الصبح توقيت العالمي، يعني وحدة الظهر توقيت بيروت. هالفترة هي أجمل فترة أنا برأيي في هذا الأسبوع، أجمل فترة، أريح فترة، أسلس فترة، الأمور تنساب خلالها بهدوء تام، مع احتمال أنه يكون في تنوع مهم بحياتكم، إن كانت حياتكم العاطفية، الزوجية، مع الأولاد، مع الأقارب، الحياة الاجتماعية، المهنية. أنا بعتبرها أجمل فترة، فترة حلوة كتير، بتأسسوا فيها، تختموا فيها، تبدأوا فيها أمور، بتصلحوا أمور، وبترجع بتقوى الروابط. كل شيء بتريدوه تقريبا بيقدر يصير خلال هذه الفترة. نصيحة استفيدوا منها للماكسيموم. الأربعاء بعد الظهر، ابتداء الساعة 1 بعد الظهر توقيت بيروت، حتى الجمعة الساعة 11 المساء توقيت بيروت الجمعة، القمر ببرج الحمل. القمر موجود ببرج الحمل عم بيشكل مثلث فلكي ناري مع الشمس، هذا أمر جيد بالنسبة لكم، ما بيضركم، لكن رح بتكونوا بموقع قوي، رح بتكونوا أو رح بتلاقي حالة مواليد برج السرطان موجودة بموقع قوي، أجواء مهمة، يمكن مسؤولية جديدة، يمكن ضغط شغل، فبدكم تاخذوا الأمور من هذا المنظار، بدكم تحاولوا إنكم تلاقوا حلول جيدة إيجابية منا صعبة، وتتحملوا المسؤولية. شو ما كانت المسؤولية حاولوا انكم تعطوا الماكسيموم منها، ما تجرسوا حالكم. ليه؟ لأنه هيدي الفترة بكونوا انتم تحت الأضواء، فكل شيء مكشوف. السبت والأحد القمر بيكون موجود ببرج الثور، فترة كتير حلوة لألكم. وجود القمر في برج الثور هو فترة جيدة، بيلعب القمر من برج الثور دور بناء في ترتيب الأمور، في تقربة أو تقريب وجهات النظر مع الناس، مع الأصحاب، مع الأهل، مع أشخاص ما بتعرفون. فمواليد برج السرطان استفيدوا من السبت والأحد لتقريب وجهات النظر، لحل حالات الأمور مع أولادكم، بتحكوا معهم، بتوقفوا حدهم، بتساعدون، بيساعدوكم. إذا بدكم مساعدة من حدا كمان، نظرة حلوة منكم، كلمة حلوة منكم، اتصال منكم، بيسر الأمور، بيسر الأمور. إذا برجع بكرر، كل هذا الأسبوع ممتاز، بشكل خاص الاثنين الثلاثة والأربعة حتى الساعة 1 بعد ظهر توقيت بيروت. المواليد الأكثر حظا نسبيا فيها تكون مواليد 21 حزيران يونيو، يلي لازم تنتبه هي مواليد 18 و 19 تموز يوليو. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، بنلتقي مع الأبراج اليومية والشهرية. شكرا لكم، باي باي.